الحمد لله، الجو رائع هنا، السماء صافية والبحر هادئ والهواء نقي. كم أحب الحرية، هذا رائع. ولا لنرى ماذا هناك. لا أصدق هذا، أنا أحلم. لا 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 لا، أنا لا أحلم. جزيرة مهجورة، هذا ما كنت أبحث عنه. لا هاتف أجيب علي ولا أحد يضغط علي. هذا أجمل يوم في حياتي، هذا الرائع الرائع. يمكنني أن أتمدد على الشاطئ وحدي، وأنا أكل كل ما أريد وحدي، وبعدها سأنظف أسناني وأسرح شعري. انتبهي أيتها الجزيرة المهجورة، أنا آتي. أشعر أنني لست بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت غريب عن هنا. عفوا، من تكون؟ أنا اسمي رامي، لقد جرفني البحر. من أنت؟ أخبريني لو سمحت. أنا اسمي وردة، وأنت هنا في جزيرة السلاحف. ماذا قلت وردة؟ اسم جميل لكنه لا يناسبك أيتها الدودة. لا أريد شيئا منك أو من أي أحد آخر، أريد أن أكون وحدي فقط. هيا ابتعدي، ابتعدي الآن لو سمحت، ابتعدي. ما به؟ هذا أمر لا يصدق، لماذا يتصرف بهذه الطريقة الغريبة؟ ما شاء الله، هذه طبيعة رائعة، هذا ما كنت أنتظره. لا، ما هذا؟ سكان أصليون، ربما يستعدون للذهاب في رحلة الصيد. من الأفضل أن أختبئ قبل أن يصطادوني. صبار صبار. بعد أن أرتدي هذه أكون أكملت لبسي. هل تشعر بالألم سامي؟ لا، لماذا؟ اعتقدت أنك تتألم كما يبدو عليك. لا 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 أتألم. يصعب ارتداء هذه السترة، ولابد أنك تتألم بسببها. هذا ليس ألما. تعرف يا تامر، سترتي الجديدة ممتازة وفيها ميزة سرية جدا. انظر سأريك، أنزل في الماء وأشد الحبال. انتبه سامي. أحسنت. نعم. ممتاز سامي، لقد اخترع آلة للطيران. أنا من بعدك سامي، أنا من بعدك. يا إلهي، مخلوقات متوحشة تطير. لا تقلق، لن آكلك. أولا لست جائعا، وثانيا لا آكل سوى الخضار. لا تأكل سوى ماذا؟ الخضار؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ كنت أظن أنك من المتوحشين الذين يأكلون من يرونهم. اسمع، لست رهينة وأنا لست متوحشا، ولكن من أنت؟ هل تصدق هذا؟ يصل ذلك المخلوق الغريب إلى الجزيرة وهؤلاء اللطفاء يستقبلونه. دعني أرى يا قبطان. انظر إليه، يجب أن نحضره إلى هنا يا قبطان. أعطني هذا يا زاهر، لقد خطرت لي فكرة جيدة. إن استطعنا التخلص من ذلك المخلوق الغريب، فسنستطيع استبداله بأحد غريب من عندنا. استعد للتنكر بزي من جرفه البحر. هيا. حاضر يا قبطان، حاضر، أنا في خدمتك متى تريد. أحب أن أرتدي الأزياء التنكرية. اهدا وضع هذه القبعة. ليس سيئا، في الواقع هذا رائع بل مذهل. حسنا أيها القبطان، ولكن ما الخطة؟
ألم تكن تسمعني يا زاهر؟ ستأخذ هذا القارب إلى جزيرة السلاحف وتجعلهم يصدقون أنك قد جئت من البحر. فهمت. وإن اكتشفوا أمري يا قبطان تهاجمهم أنت وقرش، صحيح؟ فأنا أخاف أن تضربني فلة. لن يكون لديهم الوقت لاكتشاف الأمر. ضع لهم بضع قطرات من هذه يا زاهر، وعندما ينامون نستولي على الجزيرة وأصبح أنا الحاكم. أيها القبطان، في مثل هذه اللحظات أشعر بالفخر فعلا. إن نفذت كل طلباتك، ماذا تريد؟ أريدك أن تركز جيدا يا زاهر، وألا تخفق في مهمتك كالعادة. مهلا، هناك أخرى يا سامي. وأخرى يا رامي. اسمعني رامي، أتربطك علاقة بعائلة كرام؟ لا، أنت ثاني من يسألني هذا السؤال اليوم. أنا رامي، اسمي رامي. حسنا، اجلس يا صديقي وأخبرنا كل شيء عن نفسك. عذرا، أعتقد أنني أخطأت. هيا نريد أن نسمع قصتك يا رامي. حسنا، لقد كنت أعمل محاميا في مركز محترم. كنت أهتم بأصعب القضايا. قد تتذكرون جيدا عبارة شهيرة جدا قلتها في محاكمة سابقة: إن لم تكن بارعا فيجب أن تستقيل. بعدها دخلت قانون الشركات وبدأت أتوتر. شراء، بيع، دمج، أكثر وأقل، أمور مزعجة. وعندما تعلق الأمر بعملية الاستيلاء على الشركة، كنت أفضل محام في المدينة بفضل الله. وكل ذلك ذهب عندما ذهبت للعمل في شركة أخرى، أصحابها مجموعة من المخلوقات القاسية القلب المتخصصة في عملية الاستيلاء. يبدو لي هذا خطرا، ولكن ماذا فعلت؟ رسمت حدودا عندما أرادوا الاستيلاء على شركة الماعز والأغنام. لم يريدوا الاستيلاء فقط، بل أخذ صوفي كل الأغنام. لم يعد باستطاعتي الاحتمال فرحلت. اتصلت بشريكي كوكو وقلت له: كوكو، لم يعد بإمكاني الاحتمال. اشتريت قاربا صغيرا وقررت الرحيل، وذلك قبل أن أصاب بانهيار عصبي وبالقرحة أيضا، عدا أن المرض والتعب المزمن قد أصابني. تعرفون كيف المرض يقضي على المريض. أعتقد أنني فهمت كل شيء الآن. حسنا زاهر، لا تنسى الخطة. تسبح إلى الجزيرة وتختبئ، وبعدها تحل بدل ذلك المخلوق عند أول فرصة تسنح لك، وعندها تجعل الجميع ينامون. لكن الطريق طويلة إلى الجزيرة يا قبطان. إن المسافة ليست مهمة. قرش، أريدك أن توصل زاهر بسرعة. مهلا. لا، إذن قل لي رامي، هل فضلت أن تبتعد لكي تكون وحدك؟ هل هذا صحيح؟ أتعلم أنا أقدر موقفك معي، لكن هذا كثير علي. لا، كل ما أحتاج إليه هو زاوية صغيرة يمكنني فيها أن أستعيد نشاطي فقط. فهمت، إذن تريد أن تختبئ هنا بعيدا عن الأشرار. يريدون أن يجدوني لأنني تركتهم. إن رامي يريد أن يصادقنا وأن نساعده، فهو متوتر جدا بسبب المشاكل التي مر بها. سوف أعلمهم كيف يكون الاستيلاء القوي، سترون. أين زاهر مساعدي؟ ترى أين اختفى؟ أين؟ هل من مشكلة قبطان؟ ماذا يريد زاهر أن يفعل؟ ربما أصبح حاكما لجزيرة السلاحف ولم يخبرك يا قبطان. أصبح حاكما دون أن يأخذ رأيي؟ لا، كفى كلاما يا قرش. زاهر لا يتمتع بالذكاء الكثير لخداعي. أنا القبطان الرهيب. أنا حمام. حسنا يا قبطان، إذن أين هو؟ أين؟ هذه المرة قرش محق فعلا. يجب أن أذهب إلى تلك الجزيرة لحماية مصالحي الخاصة وأن أسيطر على الوضع. ليس هذا المسكن الذي كنت أحلم به، لكنه أصبح منزلي. لا،
استغرقت 8 ساعات و35 دقيقة و15 ثانية لبناء كل هذا. أتساءل إن كان سامي العبقري سيساعدني. يمكننا أن أعطيه بعض النصائح القانونية في عملية الاستيلاء. بعد ابتعاد ذلك الضيف من السهل السيطرة على البقية. أنا ذكي جدا.